مطلوبه. فانت في كل قطاع اساسه لو جيت تبص عليه اساسه صناعه. لو فعلا قويت قصه الصناعه دي كل القطاعات هتشتغل معاك، استثمارات حقيقيه جديده، ضرائب، تامينات، فرص عمل، كل حاجه بمعنى كلمه كل حاجه. فلازم يبقى الدوله تيجي تدوس على الزرار كده وتقول لك عام 24 هو عام الصناعه، ما عندناش تركيز غير على القطاع ده. لو اتكلمنا عن بولاريس صاحب الرخصه الصناعيه رقم واحد في مصر، فاحنا بنتكلم عن تاريخ انجازات كبير وطويل على مدى اكتر من 15 سنه. عايز حضرتك تكلمنا عن اكبر المشروعات واهمها اللي نفذتها شركه بولاريس. شركه بولاريس كان اول رخصه مطور صناعي في مصر في 2007، واخدنا اول مشروع كان 2 مليون متر منطقه صناعيه خاصه متكامله في مدينه 6 اكتوبر. طبعا تم الانتهاء من التطوير بشكل كامل ومن التصرف في الاراضي بشكل كامل. المنطقه الثانيه اللي الحقيقه بنينا عليها بشكل سريع وكان مؤشر جيد من الحكومه ان هي هتبدا، ان هي كانت الطرح الاولاني ده 2007، لاحقوا على طول طرح تاني في 2008، قدرنا ان احنا ناخد فيه ارض تانية برضو في مدينة 6 اكتوبر، وبرضو تم انشاء المشروع بالكامل وتشغيله ومصانع وكل حاجة. المنطقتين دول قائمين، واقدر اقول انها من المناطق النموذجية. الحقيقة بسعد لما الاقي حتى الجهات الحكومية بتكلمني، احنا عندنا وفد من دولة كذا، عندنا زيارة من دولة كذا، هنبعتهم يزوروا المنطقة الصناعية عندنا. فطبعا ده بتبقى شهادة الواحد بيعتز بيها. وحضراتكم لسه بتديروا الأماكن طبعا دي. انت بتفضل بتدير الأماكن دي كتشغيل وصيانة وفاسيليتي مانجمنت للأماكن. والحقيقة احنا عندنا شركة خاصة لإدارة وتشغيل المناطق الصناعية، معمولة برضو من نفس الوقت بقالها 15 سنة، هي اللي بتدير وبتشغل المناطق الصناعية اللي بنقوم بتطويرها. جايز من 2008 لحد 2018 ما كانش فيه طروحات، ودي احنا فاهمين الاحوال اللي الدوله كانت مرت بيها والتقلبات. عشر سنين مفيش طروحات لاراضي صناعيه، مفيش طروحات لاراضي بنظام مطور الصناعي. 2018 تم طرح تاني اراضي، اخدنا منهم 1.5 مليون في السادات، تم الانتهاء من تطويرهم بالكامل برضو والتصرف فيهم، وهم دلوقتي تحت تشغيل. اتوزعوا المستثمرين كله فتم الانتهاء منها بشكل كامل في 2018. فضلنا من 2018 ل 2023 ما كانش فيه برضو. 2023 الحمد لله تم تخصيص 2.5 مليون متر في مدينة اكتوبر الجديدة من دولة رئيس مجلس الوزراء، وحاليا في الاجراءات بتاعت التعاقد وتسليم الارض بحيث ان احنا نبدأ نشتغل عليها في 24 على طول. وده هيبقى المشروع الجديد، هيبقى 2.5 مليون متر في مدينة اكتوبر الجديدة، هيتم تنفيذه على مرحلتين، كل مرحلة 1.25 مليون. وما زلنا احنا كشركة عندنا قناعة كبيرة جدا بالدولة المصرية، بالاقتصاد، بالحاجة الى هذا المجال بشكل قوي هنا. عندنا استعداد ما زلنا للتوسع، فيش اي خطط لتصفيه او نقل لدول اخرى او كلام، بالعكس احنا ما زلنا عندنا قناعه كبيره هنا، لسه بنحاول نسعى ان احنا ناخد مشروعات اخرى في نفس الوقت بحيث نبدا نشتغل عليها. عندك مناطق كتير حقيقه، عندك 6 اكتوبر، العاشر من رمضان، بدر، العبور، العاصمة الإدارية، مدن الدلتا كلها، مدن القناة كلها، يعني اسكندرية. الأماكن دي ما بيبقاش فيها أماكن أراضي للمطور الصناعي؟ مش بالسهولة، يعني دايماً مش بالسهولة. خلينا نقول أي أرض بدون مرافق هي تسوى زيرو، لو ما كانتش تسوى نيجاتيف.